المجموعة البرلمانية للأحرار بمجلس الشعب الجزائري تدعو الجزائريين إلى اليقظة أكثر من أي وقت مضى، تمسكا بالوحدة الوطنية ودفاعا عن مبادئ الجمهورية التي أرستها الثورة التحريرية. وقال بيان للحركة الداعية إلى التجديد لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة وقعه رئيسها لمين عثماني إنها تدعو إلى عدم إقحام الجيش الوطني الشعبي في الجدل السياسي، معتبرة الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمانا لاستمرار الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حاثة على التمسك بذلك المسار لمواصلة الإصلاحات والاستمرار في مسار البناء والتنمية وتعبئة قدرات الجزائر للرد على كل التهديدات التي تمس بأمنها واستقرارها. وتحدث البيان عما سماه تصاعد مزايدات سياسية تحمل في طياتها بذور الفتن والتهديد المباشر للوحدة الوطنية. وتشهد الجزائر حراكا سياسيا يسبق الانتخابات الرئاسية المتوقعة في الربع الأول من عام 2019 وسط خلاف يدور حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ومن المتوقع أن تعرف الفترة السابقة لهذه الانتخابات مزيدا من تفاعل الحالة السياسية للبلاد، كما ستحدث خلالها اللائحة الانتخابية لأكثر من 23 مليون جزائري. وفي سياق التفاعلات السياسية أعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جبرله على هامش انطلاق الجامعة الصيفية لحزبه عن لقاء مرتقب بينه وبين رئيس حركة مجتمع السلمي عبد الرزاق مقري خلال الأسبوع المقبل، يهدف إلى عرض مناقشة مبادرة الحركة الداعية للانتقال الديمقراطي. ودعا جبرله إلى إصلاح النظام الانتخابي بما يوفر الشروط القانونية لضمان حرية الانتخابات ونزاهتها، مبرزا أن هذا المسعى يشكل مفتاحا لكل مشاكل البلاد، فيما أكد رئيس حركة مجتمع السلمي أن المرحلة مرحلة توافق ووحدة وأن أحزاب المعارضة جزء من ذلك التوافق وتسعى لتطوير الجانب الاقتصادي من مختلف جوانبه.